وايضا الامتصاص الحماس السوداني. سيتم نقل فريق المغرب التطواني ليتلقى العلاج خارج الملعب. اذا اللاعب متوقف واللحظات الاخيره سيكون اللاعب المغربي اصحاب النقاله اكيد الى البيت شجع في الهلال يعني على عجله كبيره من امرهما بمحاوله الخروج بالسرعه للاعب المغربي. سقوط لاعب التطواني كاريكا ونصر الدين الشغال يقول مالك يا زول والمغربي الله يرحم لك الوالدين ديالك. خروج سلمان ولد الحاج ولد الحاج فضل ان يغادر الملعب لوحده بمساعده ومسلط ياسين بلكحل.